أمنية شخصية. أمنية شخصية. أريد تتجوز الثانية؟ لا. واللحظة شفتها كان صديقي مثل أخويا توفى الله يرحمه. مثل يا بابا الله يرحمه. ممكن بس نحن خرجنا امبارح من كسب العرب. وسقط. عاودت الباك. عائلتي صابت بكورونا. في حادث مرور قريب خطير، ما الحمد لله سلامات سلكنا غير الحديد. اختي اللي تزوجات يعني بقيت مثلا بخيتك بقيت بوحدي في الدار. دائما ابقى نكهه ان شاء الله. نشد الباكالوريا ديالي ونفرح والدي. امنية شخصيه. امنية شخصيه. اريد تتجوز الثانيه. لا. ما في امنية شخصيه. الشخصيه يعني نتمنى الخير للجميع. صراحه كنت منا نشد هذا الباك حيت عندي بزاف ما ندير، وإلا شديته ان شاء الله راه غادي يكون من هنا لقدام ما يدار. الاهلي ياخذ دوري كاس عالم الانديه اللي جايه قدام تشيلسي في النهائي. وسافر استراليا يعني، وولادي حققوا طموحهم. نياتي دائما نكون عم اقدم شيء جديد. هلا عم سجل شيء بالاستوديو، وقريبا راح اسجل اغنيه خاصه. بغني لنا شيء هيك شيء سريع. يلا. طلب مني فضل شاكر. يلا. ما اقول انساك، ما اقول تنساني انا على طول. شخصيا ما عندي امنيه، انا امنيتي وطني وزائدا اطفالي. يعني عندي اطفال سته، اريدهم يوم على يوم احسن. نعم. اصبروا عشان الاجواء اللي احنا فيها محتاجه صبر. يهتموا اكثر، يحسوا بالمسؤوليه، مش بس على سلامته، مش بس الدخان او الارجيلي او القعده بالكوفي. مزيد من العمل وان شاء الله يكون خير من اللي قدام. ما يبقوش في المغرب. يهاجروا، حيت المغرب ما بقى فيه ما يدار. باتجاه التحصيل العلمي قدر الامكان، وان نبتعد عن موضوع العاطفيه في التعامل مع الاحداث ونتكل على العقلانيه. لما احسبنا سار نقعد يا هوا يا هوا يا هوا. الله الله على صوت الحلو والاحساس.